قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب سعيكم وتباوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأل سبحانه أن يجمعنا غدا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي قد توقفنا عند سورة الضحى، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في تلاوة سورة الليل من الآية الواحدة إلى الآية 13 من السورة المباركة. كما تعودنا نبدأ بقراءة السورة برواية حفص عن عاصم، ثم برواية ورش عن نافع، والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآن بإذن الله تعالى نقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. كما تعودنا بإذن الله تعالى نبين بعض المعاني واللطائف التي تتضمن في هذه السورة العظيمة. وسورة الليل هي سورة مكية، وتلاوة اليوم من الآية الواحدة إلى الآية 13. مقصد السورة العظيمة تركز على بيان الاختلاف بين الآيات والأنفس وأعمالها، إظهارا للتفاضل بين المؤمنين والكافرين. ويقول الله عز وجل: والليل إذا يغشى. أقسم جل جلاله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته، والنهار إذا تجلى. أقسم جل جلاله بالنهار إذا تكشف وظهر. وما خلق الذكر والأنثى، أقسم سبحانه وتعالى بخلقه النوعين الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم أيها الناس لمختلف، فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة والسيئات التي هي سبب دخول النار والعياذ بالله. ف
فأما من أعطى واتقى، أي فأما من أعطى ما يلزمه بذله من زكاة ونفقة وكفارة، واتقى ما نهى الله عز وجل عنه، وصدق بالحسنى أي بما وعده الله عز وجل به من الخلف إذا أنفق في سبيله سبحانه وتعالى. فسنيسره لليسرى أي فسنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما من بخل واستغنى بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه، واستغنى بماله عن الله عز وجل فلم يسأل الله من فضله شيئا. وكذب بالحسنى أي كذب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله. فسنيسره للعسرى أي فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا إذا هلك ودخل النار. إن علينا للهدى، أي إن علينا أن نبين طريق الحق وطريق الباطل. وإن لنا للآخرة والأولى، أي وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا، نتصرف فيهما بما نشاء، وليس لأحد في ذلك غير الله عز وجل له التصرف المطلق في هذا. وهذه الآيات المباركة فيها بعض الملحوظات في التلاوة. يقول الله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى. والليل هنا اللام لام شمسية حكمها الإدغام، ولذلك وجد على اللام الأولى تشديد، إذن هي مرسوم المصاحف هي لام واحدة مشددة، دل ذلك على إدغام اللام الأولى في الثانية. والليل إذا، هنا لابد من إخراج طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، إذا يغشى، والياء مرققة والغين حكمها التفخيم من الدرجة الثانية، يغشى هكذا. وعلى رواية ورش يقلل الألفات في رؤوس الآي في السورة كلها. نعم، هذه من السورة السور الإحدى عشرة التي يقللها ورش باتفاق. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والنهار اللام هنا لام شمسية حكمها الإدغام، والنون حرف أغن مشدد يغن بمقدار حركتين، والنهار هكذا. والنهار والهاء دائما مرققة، لا تقل أيها القارئ والنهار، فالهاء مرققة دائما. والنهار إذا تجلى، وكذلك الجيم لابد من بيان الشدة فيها، والتاء كذلك، تجلى، والألف الأخيرة يوقف عليها بمقدار حركتين مدا طبيعيا. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق، ننتبه هنا إلى اللام لأنها وقعت بين مفخمين، اللام هنا وقعت بين الخاء والقاف، خلق خلق. وما خلق الذكر والأنثى، والذكر الذال أيضا من طرف اللسان، كذلك الراء حكمها التفخيم. وما خلق الذكر والأنثى، وننتبه هنا إلى اللام المظهرة القمرية، كذلك الأنثى إخفاء النون إخفاء بغنة عند الثاء. نعم، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن حرف غن مشدد وتقدم، سعيكم لشتى الميم إظهار شفهي لوقوع اللام بعد الميم الساكنة. إن سعيكم لشتى، هنا بيان التفشي في الشين، لشتى. فأما من أعطى، فأما هنا لابد أن نحافظ على الغنة في الميم، كذلك المد الطبيعي الذي بعدها، فأما من هكذا، فأما من أعطى. والنون هنا حكمها الإظهار الحلقي لوقوع الهمزة بعد النون الساكنة، فأما من أعطى، ونحافظ على التوسط في العين، أعطى أعطى واتقى، كذلك القاف حكمها التفخيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، نلاحظ هنا الدال
وقعت بين مفخمان الصاد والقاف. نعم. وصدق بالحسنى، بالحسنى، كذلك الوقوف على المد الطبيعي بمقدار حركتين. وأما من بخل واستغنى، من بخل هنا كذلك الإقلاب، النون إذا جاء بعدها حرف الباء. وأما من بخل واستغنى، كذلك هنا الترقيق في التاء، ونأخذ اتصال ثم نعود إلى الشرح هذه الأحكام المباركة المتعلقة بالسورة. معنا عمر من السعودية، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. يا عمر. وما يغني عنه، مد لي حركتين. وما يغني عنه، ها، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك، قراءة طيبة، نسأل الله أن ينفع بك. نعود إلى الأحكام المتعلقة بالسورة المباركة. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أيضا بيان الذال وإخراجها من مخرجها الصحيح من طرف اللسان، وكذب بالحسنى، بالحسنى كذلك الترقيق في السين والحاء، بالحسنى على رواية حفص تفتح الألف هكذا بالحسنى، أما على رواية ورش ففي التقليل قولا واحدا بالحسنى هكذا. وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، فسنيسره هنا تقرأ بهذه الطريقة حتى البعض لا يتكلف فيها، فسنيسره وتفخيم الراء والهاء تمد مدا طبيعيا مد الصلة الصغرى بمقدار حركتين، فسنيسره للعسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه هنا أيضا يمد الياء حركتين، يغني عنه ماله، عنه الهاء تضم فقط ليس فيها صلة لأحد من القراء إلا ابن كثير المكي، عنه الهاء مظهرة بسبب وجود طبعا قبلها النون مظهرة بسبب وجود الهاء بعدها. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هنا مد الصلة الكبرى يعني الهاء تولد من إشباع الضمة وون وجاء بعدها سبب المد وهو الهمس فتمد من 4 إلى 5 حركات مثل المد المنفصل سواء بسواء. نعم. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى، كذلك حرف الغنة المشدد للهدى والوقف المد الطبيعي، وإن لنا للآخرة والأولى، على كل القراء يقرؤون بتفخيم الراء عدا ورش فأقرأ بالترقيق للآخرة والأولى، كذلك الوقف بالمد الطبيعي على الألف المتطرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الآن بإذن الله تعالى نستقبل المشاركات، ومعنا المشاركة الأولى في حلقة اليوم والأستاذ رشيد من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا. بارك الله فيك أخي رشيد، قراءة طيبة، لكن انتبه لبعض الملحوظات في قوله تعالى إن سعيكم لشتى، لبيان الإسكان الميم إسكان المحكمة، إن سعيكم لشتى. كذلك في قوله تعالى فسنيسره، على رواية ورش ترقيق الراء واجبة هنا. كذلك في الآية التي تليها فسنيسره للعسرى في الموضعين. وما يغني عنه النون كأنها يعني ظهر فيها القلقلة والاضطراب، وهنا وجب إظهارها عند الهاء. بارك الله فيك. نأخذ مشاركة الأخ عبد الله من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من بارك الله فيك يا أخ عبد الله، قراءة طيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك. لكن انتبه في الاستعاذة والبسملة، أعوذ بالله من الشيطان، من وليس من، فالنون دائما مرققة. كذلك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بسمي فالميم مكسورة. أيضا نأخذ مشاركة الأخ معاذ من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك يا أخي معاذ، قراءة محبرة جيدة، صلى الله ينفع بك. لكن انتبه، قرأت بالتوسط في المد المنفصل، وإن لنا للآخرة والأولى، اقرأ ما له إذا تردى، هنا مد صلة كبرى تمد بمقدار 4 أو 5 حركات. نأخذ مشاركة الأخ بدر من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك، قراءة جيدة أخ بدر،
نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليك نعمة القرآن. لكن انتبه، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا. المد البدل غير متساوي، فأطلت المد في للآخرة ووسطت المد في الأولى، وهنا نفس النوع كما يقول ابن الجزري: واللفظ في نظيره كمثله. لابد من تسوية مقدار المدود في النوع الواحد. بارك الله فيك. معنا أبو حامد من السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك أخ أبو حامد، قراءة جيدة، نفع الله بك. لكن انتبه إلى قوله تعالى: للعسرى. للعسرى، السين دائما مرققة. نأخذ معنا مشاركة الأخ عبد الحفيظ من فرنسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك أخ عبد الحفيظ، قراءة جيدة، نفع الله بك ولا ترجع أي ملحوظات. بهذا أحبابي نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا
نهدي به ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى نبدأ الآن في شرح بعض أحكام التلاوة، ولكن معنا اتصال. بعد هذا الاتصال نبدأ في الأحكام بإذن الله تعالى. معنا الأستاذ أيمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياك. الله يحفظكم. نبدأ إن شاء الله. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك أخ أيمن، لكن انتبه وما له في مد الصلة الكبرى إن شاء الله تعالى تقرأ بالتوسط كما تقرأنا. طيب ماشي. أحمد هيشارك معنا. الأحمد أقول لك أحمد كيف حالك؟ تفضل تفضل يا أخ أحمد. أيوة اقرأ. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى 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 التاء مرققة يا واتقى بالحسنى يا أحمد والتاء واتقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى ماله إذا ما وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيكم ونفع بكم قراءة طيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفق كل من شارك في هذا البرنامج المبارك.
عودا إلى أحكام التلاوة، ومعنا اليوم بإذن الله تعالى أحكام المد الفرعي. والمد الفرعي هو عبارة عن المد الزائد على مقدار المد الطبيعي لسبب من الأسباب، وهذه الأسباب يا إما الهمز أو السكون. ولذلك شرع العلماء في إطالة الصوت، إذا جاء بعد حرف المد أو اللين همز أو سكون. وضابط هذا أن يقع قبل حرف المد واللين، أن يقع بعد حرف المد واللين همز، أو بعد حرف المد واللين أو اللين فقط همز أو سكون، سواء كان السكون لازما أو عارضا. ولازما سيكون في المد اللازم مثل الطامة والصاخة وفواتح السور مثل حاميم وطاسين إلى آخره، والعارض مثلا إذا وقفنا على العارض مثل نستعين، يؤمنون، العالمين إلى آخره. وسبب التسمية لتفرع جميع المدود منه، المد الفرعي أنه تفرع جميع المدود منه سوى المد الطبيعي، ويسمى أيضا بالمد المزيدي لزيادة مده على المد الطبيعي فوق المد الطبيعي بثلاث حركات أو أربع أو خمس أو ست. فإذا أطلقنا المد انصرف إليه، والمد بحسب مقدار حركاته أربع مصطلحات: القصر حركتان، والتوسط أربع حركات، وفويق التوسط خمس حركات، والإشباع ست حركات. ومن أسباب المد للمد سببين، مد الفرع له سببين، إما لفظي أو معنوي. واللفظي له سببان هما الهمز أو السكون، وهما سببا لزيادة المد الفرعي عن الأصلي. والمد المعنوي هو لقصد المد بالحروف مثل تأمنا، فحيث نقرأ بالإشمام تأمنا هكذا، فيقرأ كل القراء عدا أبو جعفر بالروم أو الإشمام في هذه اللفظة. وسبب آخر للمد الفرعي إن الهمزة ثقيلة في النطق، إن الهمزة ثقيلة في النطق بها لأنها حرف شديد مجهور، فزيد في المد قبلها للتمكن من النطق بها على حقها من شدتها وجهرها. وقيل لأن حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي صعب، فزيد المد قبلها للتمكن من النطق بحرف المد صونا له من الإسقاط عند الإسراع في القراءة لخفائه وصعوبة الهمز. وأنواع المد الفرعي ستة أنواع: الأول المد الواجب المتصل، ثانيا المد الجائز المنفصل، بعد ذلك المد الجائز البدل، ثم المد الجائز العارض للسكون، ثم المد اللازم بنوعيه الكلمي والحرفي. ونوضح بعد ذلك المد الفرعي وأنواعه. المد الفرعي يا إما له سببان الهمز أو السكون. المد الذي سببه الهمز إما المد المتصل أو المد المنفصل أو المد البدل. والمد الثاني أو النوع الثاني إذا كان سببه السكون له نوعان: النوع الأول المد العارض للسكون أو المد اللازم، واللين العارض للسكون مثل العارض للسكون سواء بسواء. المد المتصل حكمه الوجوب، والمد اللازم حكمه لزوم المد، وما عدا ذلك فكله حكمه الجواز يعني جائز. إذن عندنا ثلاثة أحكام: الوجوب والجواز واللزوم. الوجوب خاص بالمد المتصل، هو أن يأتي المد والهمز في كلمة واحدة مثل جاء وشاء إلى آخره. والمد اللازم مثل الطامة والصاخة يلزم حالة واحدة، ست حركات لكل قراء يمد بالإشباع. وجميع المدود الفرعية تأخذ حكم جواز المد. الآن بإذن الله تعالى نركز على النوع الأول وهو المد الواجب المتصل. المد الواجب المتصل تعريفه أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين في كلمة واحدة،
أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين في كلمة واحدة يكون متصلا لذلك، مثل أولئك، هنا جاء المد في وسط الكلمة. مثلا نقول السوء أن كذبوا، أو أساء السوء أن كذبوا. مثل الملائكة، السماء، سواء كان متوسط في الكلمة أم متطرف في نهاية الكلمة، جاء السماء، العلماء، إلى آخره. وهنا المد يجب مده 4 أو 5 حركات حال الوصل والوقف إذا كان متوسطا في الكلمة، مثل أولئك هم المفلحون. فأولئك إذا وقفنا عليها أو وصلناها بما بعدها تمد 4 أو 5 حركات. أما إذا كان متطرفا حال الوصل فنمدها أيضا 4 أو 5 حركات. أما المد الموقوف عليه المتطرف مثل السماء، العلماء، يشاء، وجاء، إلى آخره، فنقف عليه بأربع حركات أو 5 حركات أو 6 حركات اعتدادا بالعارض للسكون، كما نقول مثلا والسماء، والسماء، هذا 5 حركات، والسماء 6 حركات. إذا نقف بأربع أو 5 أو 6 حركات، ولا يجوز قصر المد المتصل بحالة من الحالات. ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده. ذكر هذا رحمه الله تعالى في كتاب النشر. ويروى الخبر أن أعرابي قرأ على ابن مسعود: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قرأها مرسلة، يعني لم يمد للفقراء، قرأها كذا مثل ما أقرأ الآن للفقراء والمساكين بدون مد، مع أن المعنى لا يتغير، المعنى لم يتغير، لكن نهاه ابن مسعود لأنه لم يسمعها كذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: ما أحسن غير هذا، علمني مما علمك الله. فقرأ ابن مسعود ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. فيؤخذ من هذا أن القراءة سنة متبعة يرويها الآخر عن الأول والخلف عن السلف، مع أن المعنى لم يتغير، كون ابن مسعود ينهاه عن هذا، إن القراءة قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله. إذن أي قراءة تخالف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليها أنها مردودة لا تصح. أما النوع الثاني إذا كان متطرفا موقوف عليه مثل السماء، وبينا ففيه 3 أنواع: إما أن يكون مفتوح الهمز مثل جاء، وهذا له 3 أوجه، ممكن نقف ب4 حركات أو 5 أو 6 مع السكون المحض، ليس فيه روم ولا إشمام، كما نقول إذا جاء، جاء، أو نقول جاء، وقفنا ب6 حركات. إذن يجوز لنا هذا اعتدادا بالمد العارض للسكون لأجل الوقف. إذا وقفنا سكننا الهمز، والهمز إذا سكن اجتمع قبله ألف مدية ساكنة، فاجتمع ساكنان، مع أن هذا المد لا يجوز قصره، فأقل مرتبة فيه 4 حركات. بعض القراء يقرأ ب3 حركات اللي هو فويق التوسط أو فويق القصر، لكن الشاطبي أجمع والعلماء، وكذلك كما نهج إمام الحفاظ الإمام أبي عمرو الداني في التيسير، ذكر أن هذا النوع قال طول الورش وحمزة وسط الباقين، يعني وسط المتصل لكل القراء والإشباع لحمزة وورش. أيضا إما أن يكون الهمز المتطرف مكسور، يعني همزة مكسورة في آخر الكلمة، فهذا المثال السماء والطارق مثلا، نقول السماء، إذا وقفنا نقول والسماء 4 أو 5 حركات بالسكون المحض، أيضا مثل السماء الموضع الأول إذا كانت مفتوحة أو جاء.
نفس الأوجه، نقول السماء أو السماء، أو نقول السماء، نقف بست حركات. إذن أربعة أو خمسة أو ست حركات مع السكون المجرد من الحركات. أيضا ولنا أربع أو خمس حركات مع الروم. إيه هذا الروم؟ ما ضابطه؟ أن يأتي بثلث الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. نقول مثلا السماء، السماء، يعني نجيب ثلث الكسرة هكذا، كما أخبر إمام الحفاظ الإمام ابن الجزري قال: والروم الاتيان بثلث الحركة إشمامهم إشارة لا حركة. إذا نقف بأربع أو خمسة أو ست حركات مع السكون المجرد من الحركات، وكذلك نقف بأربع أو خمس حركات مع الروم. إذا المجموع خمسة أوجه. أما إذا كان الهمز المتطرف مضموم فلنا ثمانية أوجه، مثل السفهاء وما شاكلها. نفس الأوجه التي ذكرناها ويضاف عليها أوجه أخرى زيادة. يبقى نقرأ بأربع أو خمس أو ست حركات مع السكون المحض لأجل الوقف. نقول السفهاء، السفهاء، السفهاء. إذا نقفنا بأربع أو خمس أو ست حركات مع السكون المجرد من الحركات، ويزاد أوجه أخرى وهي أربع أو خمس حركات مع الروم، مثل ما قرأنا في السماء الهمزة المكسورة بالروم. هنا نأتي بثلث الضمة، نقول السفهاء، السفهاء. ويزاد أيضا، هنا صار المجموع خمس، ويزاد كذلك أربع أو خمس أو ست حركات مع الإشمام. نقول مثلا السفهاء. بعد ما سكن الهمزة أضم الشفتين ضمة كاملة، إشارة إلى أن الحرف الموقوف عليه في الأصل حركته الضم إذا وصلنا. وهذه طبعا مهارات لابد القارئ أن يتعلمها حتى يعرف كيف يقف على الكلمة. إذا كانت مفتوحة يبقى لا يجوز فيها إلا السكون المحض، إذا كانت مكسورة يبقى يجوز فيها الوقف بالروم أو بالسكون المحض. إذا كانت الهمزة أو الحرف الأخير في الكلمة مضموم يبقى لنا في ثلاث أوجه عند الوقف، إما أن نقف بالسكون المحض أو نقف بالروم أو بالإشمام، وكذلك الإشمام يأتي على أربع أو خمس أو ست حركات. وذكرنا الروم أربعة أو خمسة لأن الروم مثل الوصل، عندنا حفص لا يقرأ بست حركات على الوصل، فاكتفينا بأربع أو خمس مثل الوصل بالضبط. أما في الإشمام يقف اعتدادا بالعرض للسكون، فنقف بالسكون على الهمز، ثم بعد كل مد من المدود يشير بضم الشفتين مباشرة بدون تراخي، نقول السفهاء. هنا أربع حركات ويزاد خمس، السفهاء، ويزاد ست حركات، السفهاء. يبقى هذه الإشارة القارئ يعلم تماما أن هذه الضمة إشارة إلى أن الحرف الموقوف عليه إذا وصل في الوصل حركته الضم. إذن هذه العلامات لبيان حال الحرف الموقوف عليه حال الوصل. حكم المد المتصل الوجوب، لا يجوز قصره بحال من الحالات لوجوب المد فيه لجميع القراء أكثر من حركتين. نعم، بهذا أحبابي نقف في درس اليوم بإذن الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى باقي الأحكام في اللقاءات القادمة. والآن نستقبل بعض المشاركات. معنا الأخ محمد من الكاميرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك أخي محمد، لكن انتبه إلى بعض الأحكام قد نبهنا عليها في أول حلقة لكن تحتاج إلى تذكار. الأخ محمد من الكاميرون يحتاج إلى ضبط التلاوة، وبارك الله فيه على المشاركة، لكن لابد من النصح أن يذهب إلى شيخ مجيد يعلمه التلاوة. ففي مثلا قوله تعالى إذا تردى، إذا والليل إذا يغشى، كل حرف إذا لابد من إخراج طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، إذا والليل إذا يغشى هكذا. والنهار هنا حرف أغن مشدد لابد من الغنة فيه بمقدار حركتين. والنهار إذا تجلى، كذلك إذا قد بيناها مثل الموضع الأول بالضبط. أيضا وما خلق الذكر والأنثى، الذكر أيضا لابد من إخراج طرف اللسان في الذال. أما من يقرأ الذكر هكذا هذا يحول حرف الذال إلى زاي يعني منقوطة اللي هي أخت الراء، هذا لحن جلي لا يجوز ولا يصح في التلاوة. في قوله تعالى وصدق بالحسنى، بالحسنى طبعا يبدو أنه هو لسانه في بعض العجمة، لكن نعم إن شاء الله نأخذ اتصال ثم نعود إلى بيان الأحكام للأخ محمد. معنا الأخ عليكم. محمد من السعودية، تفضل يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق فأما من أعطى واتقى وصدق يا أخ محمد بالحسنى. أخ محمد أي نعم، بس وطي التلفاز واسمعنا من الهاتف وركز على ترقيق الهمزة أعطى. طيب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك أخ محمد، قراءة طيبة نفع الله بك. معنا مشاركة الأخ أحمد من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى
وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله فيك أخ أحمد، قراءة طيبة، لكن انتبه إلى ترقيق الهاء في قوله تعالى والنهار إذا تجلى، كذلك في قوله تعالى فأما من أعطى، الهمزة مرققة والعين فيها التوسط أعطى، في قوله تعالى لليسرى لليسرى، ترقيق السين. ناخذ أخي المشاركة معنا هذا اليوم، الأخ عبد الغني من إيطاليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن بارك الله فيك أخ عبد الغني، قراءة طيبة، لكن انتبه إلى ترقيق الراء في قوله تعالى فسنيسره في الموضعين واستغنى، الغين ساكنة لا يجب القلقلة فيها. وبهذا نقول أحبابي قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، ونذكر أحبابنا الكرام بالمشاركة في التلاوة في سورة الليل من الآية 14 إلى نهاية السورة، وهذا مقرر الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ثم كذلك أحكام المد الفرعي ومنها النوع الثاني وهو المد المنفصل. ونشكر فريق العمل ونشكر كل من تواصل وشارك معنا، ونلقاكم على خير في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطيته.